بوكادير البطل العالمي، مرحبا بك معنا في مراكش الرياضيه، وحنا تقوم بهذه الزياره ديالك النادي المجد مباشره بعد العوده ديالك من بطوله العالم اللي شرفتي فيها الرايه المغربيه وحتليتي المرتبه الثالثه. عصام بوكادير اليوم ملي حضرنا وشفنا الاستقبال الرائع اللي خصو لك الاصدقاء ديالك، تحدثنا على هذا الاستقبال اللي خصو لك بعدا الزملاء ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة أنا جيت معول أنا باش نتريني عادي، تفاجئوني بهذا الاستقبال هذا. صراحة هذا كيزيد كيحفزك باش أنك تزيد تخدم وتزيد تدمر وتريني مزيان باش تعاود تجيب ألقاب النادي وتفرح الأصدقاء ديالك. صراحة كنشكر الأصدقاء ديالي وكنشكر الأستاذ ديالي عبد الرحمن أونزي، صراحة اللي كنشكرو بزاف. واخا نقول تنعية على حساب الأستاذ ديالي ما غنقول والو. صراحة الفضل ديالو كبير بزاف، التعاون معايا بدا معايا أزر مني بديت معاه، باقي ما عارف على هاد الرياضة والو. الحمد لله غاد مشى معايا دقا 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 توصلت لهذا المستوى هذا، ومش مستاهل أنك توجه بطل بحال هكا ويوصل للعالميه. وفي هذه المباراه هذا كنشكرو وكنشكر جمعيه المجد الرياضي على التعاون ديالها، وكنشكر جميع الاصدقاء اللي تعاونوا معايا وباش نوصل وباش نمثل المغرب احسن تمثيل. وكنشكر الجامعه الملكيه المغربيه اللي كتشجعنا وكتعطينا فرص باش نبانو وباش نستافدوا من البطولات العالميه ونشوفوا المستوى العالمي ونشوفوا المدارس اللي محتلين المراتب الاولى. الحمد لله استفدنا مزيان وجينا فكره على المستوى، وان شاء الله احنا جينا باش نعاودوا نخدموا ونعاودوا نجتهدوا باش نحتلوا الرتب الاولى في الملتقيات الدوليه الجايه ان شاء الله. عصام، بالنسبه للاسبوع الماضي كي تنقولوا كانت هنا في الحكومه، احنا الان تتواجدوا في حي الحكومه فهنا في تتواجد القاعه ديال نادي المجد الرياضي، كانت الفرحه فرحتين هنا في هذا الحي، فرحه ديال عصام بوكادير اللي حتل المرتبه الثالثه عالميا، وفرحه ديال اكيد المنتخب الوطني المغربي لكره القدم اللي تاهل المونديال. ولكن نتحدثوا حنا بالنسبه للفرحه والاجواء اللي عاشها هنا الحي ديال الحكومه مع عصام بوكادير، نتحدثوا على بطولات العالم اللي شاركتي فيها بالنسبه من 6 حتى 11 نوفمبر، تحدثوا على الاجواء وكيفاش شارك عصام في هذه البطوله العالميه وكيفاش حرزتي على البطوله على المركز الثالث عالميا. والحمد لله البطوله العالميه اللي دازت في هنغاريا كان في مستوى عالي، صراحة كان المشاركين تبارك كثار ما يفوق من 1500 تاع المشاركين كانوا شاركوا في البطوله، كانوا مدارس كانوا دول قويه وكانوا منافسين قويين مترينين مزيان مستعد كل شيء مستعد لهذا التنافس هذا وهذا العرس الرياضي. كانت الاجواء رائعه بالنسبه من النهار الاول حتى النهار الاخر، كان غادي بالميزان بيامات الميزان يامات ديال اقصائيات البطوله. الحمد لله درنا معاهم بقينا غاديين بسيستيم باش غاديين هما، كان الميزان يوميا وقت ما بديت تلعب كتوزن كتمشي تاكل شويه كتمشي عاوتاني للقاعه. الحمد لله لعبنا مقابلات رائعه وتخرت لي المقابله الاخيره لعبت مع البطل الروسي اللي هو صراحه بطل عالمي ماشي بطل اللي نستعنوا به ولا شي حاجه، كان عنده مستوى كبير. الحمد لله هذا كافحت مزيان باش نلعب معاه ونحاول نتغلب عليه، كان ماتش صعيب شي شويه، كان الفرق بيني وبينه نقطه وما كتبش. مره اخرى ان شاء الله نجي نستعد ولا تلاقيت معاه مره اخرى ما غيديهاش ان شاء الله، انا اللي غنديها ان شاء الله. ان شاء الله. عصام حنا بالنسبه للسنه الماضيه تابعناك وتابعك جميع المراكشيين والمغاربه، تابع عصام بوكادير كان في وصفه العالميه احلاتي للمركز الثاني، واليوم شفنا الاصدقاء ديالك تيحمسوا عصام وتيطالبوا باش انه يزيد شي لقطه باش انه يجيب بطوله العالم. ف بالنسبه للمدرب سي زاوي المدرب ديالك، ف تنشوفوا كيفاش حمسك كيفاش انه باقي يبغى طامع في عصام باش انه يجيب بطولة العالم.
فكيفاش عصام عاجي يوعد الاصدقاء ديالو يعاود يعاود يوعد المراكشيين باش انه يحرز على بطولة العالم في الكيك بوكسين؟ بطبيعه الحال انا كنوعدهم بالخدمه، كنوعدهم انني نضاعف المجهودات ديالي، نضاعف المجهودات ديالي ونزيد نقلب على الطريقه تاع لونطريمان ديالي، ننظم الوقت ديالي باش نزيد في المستوى ديالي، لا تكنيك لا في لا تكنيك ولا في القوه والجسمانيه. ان شاء الله كنوعدهم، مازال ان شاء الله عندي بطولات، مازال البطولات القدام، ما نسبق الاحداث، لكن كاين ان شاء الله انا غنخدم مزيان وغنوعد انني غنخدم باش نزيد الذهب ونجي نحتفل هنا في النادي ديالي ونفرح المغاربه عامه والمراكشيين خاصه والنادي المجد، ونمثل ونهز رايه المغرب الفوق ان شاء الله. سي عصام، فكسؤال او كرساله اخيره، ف ما غاديش نقولوا كاين تعتيم اعلامي، كاينه مراكش الرياضي هذه تتابع عصام، كاين وسائل اعلام اخرى انها اللي تتابع عصام، ولكن رساله توجه المسؤولين في مراكش باش انه يوقفوا مع عصام باش انه يوصل لديك كنقول القمه العالميه اللي انا تنعرفوا نادي المجد هنا في حي شعبي، ماشي تنقصوا من حي شعبي ولا من نادي المجد، ولكن اشنو الرساله تقول المسؤولين في مراكش ولا الصعيد الوطني باش انه يوقفوا مع هذا النادي لانه اعطى ابطال وابطال كبار؟ هو كنوجه الرساله ديالي للمسؤولين اللي صراحه هما اللي غيشجعوا اللعب ولا يشجع الرياضي، حيت المسؤولين فاش كيجي الرياضي كيتريني وكيجتهد وكيسمح في شحال من حاجه باش انه يمثل البلاد وما كيلقاش في جنبه اللي يعاونوه ما كيوصلش. فصراحه المسؤولين ضروريين يجيو ويساعدوا اللعابه، واخا انهم هي اللي يجيو يساعدوا معنويا، يجيو معنويا ويحسوا براسهم انهم كاينين اللي متبعوهم وكاين اللي كيشجعوهم باش يزيد لقدام. كيكون بنادم تيتريني وكيجتهد ويدمر في الاخر ما كيلقى حتى شي واحد بجنبه، ولكن الحمد لله دابا الرياضه غادي كتحسن، رياضه الكيك بوكسين فول كونتاكت المواي تاي كتحسن في المغرب، وكنتمنى من الله تزيد تحسن اكثر ويزيدوا باش حتى الابطال جاونا يجيو يجتهدوا في التدريب ديالهم ويمثلوا المغرب احسن تمثيل، حيت فاش ما كيكونش بنادم فاش ما كيلقاش اللعاب المساعدات من الناس المسؤولين كيفشل، ولكن تيبقى عاوتاني الرغبه ديالو اللي بينصح الدراري اللي كيديروا هذه الرياضه هذه انهم يصبروا ويترينيو مزيان ويحيدوا من راسهم القضيه ديال الفلوس والقضيه ديال اسميتو الشهره وداك الشيء. انا عندي واحد الهدف خاصني نوصل ليه، وكيبقى الرزق كيبقى بيد الله، الارزاق كلشي بيد الله، الله عز وجل فاش كيفرق الارزاق ديالو رزقك ما يدي لك حتى شي واحد. انزي عبد الرحمن مدرب نادي المجد الرياضي للكيك بوكسينغ، اليوم حضرنا في واحد استقبال كبير لواحد البطل شاب صاعد عصام بوكادير. بالنسبه لكم سي عبد الرحمن كمدرب النادي المجد الرياضي وكمدرب لهذا البطل، فحدثنا على هذا الاستقبال وكيفاش شفتوا هذا البطل، كيفاش كونتوا هذا البطل داخل النادي ديالكم اللي بطل صاع من وسط او من حي شعبي الحكومه هنا بمراكش. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا ترحبوا بمراكش الرياضيه بنادي المجد الرياضي المتواجده بسكومة. اذا هذا واحد الحدث عندنا، حدث هو تاريخي، وهو انا التلميذ ديالي عصام بوكادير اللي خرج من بطوله العالم ديال الكيوان واحتل فيها الرتبه الثالثه، يعني هذه الرتبه الثالثه يعني جاءت بجداره واستحقاق، ويعني لنا الشرف حنا كنادي باش يكون التلميذ ديالنا كيمثل وترفع الرايه ديال المغرب بالديار في هنغاريا. إذن هذا شرف لنا كنادي المجد وكذلك بالجامعة الملكية المغربية لرياضة الكيك بوكسين والفول كونتاكت ورياضة الممثلة،
وعصبة التنسيف. اذا الحمد لله حنا كنترجاو الخير والخير كثير، وكما قلت لكم هادشي راه ما جاش غير هكاك. اذا كانت الخدمه والخدمه كانت كثيره جدا، وكانت تربصات بالنادي وبانديه اخرى، وكذلك التربص عند رئيس ديال العصبه ديالنا اللي هو الحاج محمد صيران. بعد المناسبه هذه تنقدم ليه التحيه ونقدم ليه جزيل الشكر اللي توا عاوننا وما بخلش عنا بالوقت ديالو بالافكار ديالو وساعدنا بزاف جزاه الله خيرا. ويعني انا كهذا الابن ديالي يعني غادي نقولها غادي نتمنى الابن ديالي اللي هو عصام بوكادير، انا جد فخور بهذا التلميذ هذا وتنتمنى ليه مسيره موفقه ان شاء الله بحول الله. وبالمناسبه يعني كنشكر الاخوان اللي تيتساعدوا معنا لا من بعيد ولا من قريب على باش نوصلوا هذا اللقب هذا، وشكرا جزيلا.